بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الطلحة التي نشاهدها في الصورة الآن نلاحظ وجود شجرة أخرى ليست طلح، هذه الشجرة المتطفلة على شجرة الطلح والتي نمت على أغصان. هذه الطلحة تسمى شجرة الهدال. هي نبتت على جذوع هذه الطلحة. هذه أشواك الطلح وهذه أوراق الهدال وأغصانه المتفرعة المنقطة. كيف نبتت هذه الشجرة المتطفلة على شجرة الطلح؟ هو ما سنعرفه الآن بإذن الله تعالى. ويشرفنا في تنومة هذا اليوم شيخنا وأستاذنا القدير خبير النبات أبو عون الأستاذ حمير الدوسري. حياك الله أبو عون. الله يبقيك. وفرصة طيبة أن أبو عون يحدثنا الآن عن فكرة نشأ هذه النبتة في هذه الطلحة، نبتة الهدال أو شجرة. بالنسبة للهدال هو نبات متطفل على الأشجار الكبيرة، وأكثر ما يتطفل على الطلحيات، على الطلح والسمر والسيال وعلى العتم أحيانا، لكنه ما يتطفل على السدر. يعني هذه ميزة في السدر أنه مقاوم لهذا النوع من التطفل. طبعا التطفل على الشجرة يؤذيها، لأن المتطفل هذا يمتص غذائه كاملا منها فيؤذيها طبعا. و هناك أشياء يعني علميا ضارة، ولذلك يجب إزالته من النبتة. النبتة لا تموت لكنها ما تنمو بالشكل الصحيح مع وجود الهدال فيها. أما طريقة انتشار الهدال بين النباتات فهو عن طريق الطيور. ثمرة الهدال صالحة للأكل، تأكلها الطيور، غذاء للطيور. الطير لما يلتقط ثمرة يأكل الجزء الخارجي منها وهو القشرة، فتلتصق النواة أو البذرة في منقار الطير. الشغارة اللي في البذرة هذه ثمرة، البذرة اللي داخل الثمرة وحجمها كبير، مغطاة بمادة صمغية شديدة، لزجة شديدة اللزوجة. هذه اللي يسميها المغرة عندنا في الهدال هذا. نعم، فتلتصق في منقار الطير. الطير يحتاج أن يتخلص منها على أساس ما يتسكر منقاره أو يتخلص من العالق اللي علق في المنقار، فيذهب إلى شجرة ثانية أو جزء من نفس الشجرة، يغير موقعه مثلا ويحاول أنه يتخلص من اللي بمسحها بعود آخر. يحك منقاره في العود أساس. نعم، يحك منقاره في العود على أساس يتخلص من البذرة. مجرد ما تلتصق البذرة على العود الجديد هي تحتوي على مواد مذيبة، اللي هي البذرة نفسها. البذرة نفسها فيها مواد مذيبة تذيب القشرة الخارجية للعود.
فتصبح القشرة كأنها تراب أو أشبه ما تشبه العجين. فتبرز من البذرة ممصات أو جذور جديدة وتدخل في هذه المادة اللينة الجاهزة وتعلق في الشجرة وتبدأ تمتص الغذاء وتنمو النبتة من جديد. سبحان الله. تنمو البذرة نبتة جديدة مكتملة من هذه الطريقة، وتغرز نفسها وممصاتها اثنين، واحد من جهة واحد من جهة الأخرى. وفيها لها صور طبعا توضيحية وصور، وممكن مشاهدتها وقت نضج ثمرة الحدال في تقريبا في شهر يونيو أو قريب من شهر يونيو، تجده منتشر في لو إنسان أزالها في البداية أول ما يجدها ممكن أنه يخلص النبتة من هذه الأذية. هل يمكن أن تنتشر عن طريق فضلات الطيور؟ لا، الطير ما يبلع ما يبتلع النواة أبدا ولا يمكن يبتلعها. عجيب. إنما تنتشر عن طريق المنقار فقط. هناك نباتات أخرى تنتشر عن الفضلات بس ليست هذه. لا أتكلم عن الهدال نفسه. لا الهدال نفسه لا. ولا عن طريق الرياح. ولا عن طريق الرياح. إذا ما فيه إلا قضية الطيور فقط بمناقير. فقط مناقير الطيور. فائدة هذه نفيسة جدا يا بابا. لأن المادة ذي لو لصقت في يدك. اللي فعلا قوية. نعم تؤذيك لحد حتى الماء ما يغسلها. صدقت. صدق قوية فعلا. لأنه لو يغسلها الماء كان هي في غصن الشجرة قبل ما تنبت سقطت من الأمطار. سبحان الله. فمع ذلك ما تؤثر فيها الأمطار. سبحان الله. الله يجزاك خير يا بابا. الله يجزاك خير.